أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أعزائي في حلقة جديدة من حلقات برنامج وقفة مع التجميع. في هذا البرنامج سنسلط الضوء على قضية مهمة من خلالها تباح أموال وأعراض ودماء المسلمين من قبل الشيخ تيمية وأتباعه الذين ملأوا الدنيا بالتكفير، فهم يعتبرون كل مؤول جهمي زنديق كافر يجب قتله ويباح دمه وماله وعرضه. وهنا للإجابة على هؤلاء المكفرين لجميع المسلمين نقول لهم كما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وحسب مبناهم في التفسير ومنهجهم الرافض للتأويل نقول لهم: هذا الحديد المذكور في الآية القرآنية المباركة ما هو نوعه؟ هل هو من الحديد المطلي بطلاء ضد الصدى أو غير مطلي؟ هل هو من الحديد الذي يصنع أو تصنع من خلاله الجملونات والأبواب والشبابيك؟ كما نسألهم أيضا وكما سأل أستاذنا الصرخي: هل يمكن أن نبني مصانعا أو ننشئ مصانعا في أعين هؤلاء الذين أصبح بصرهم من حديد؟ بالتأكيد لا يمكن ذلك، وكل عاقل يحترم عقله وإنسانيته يقول بخلاف ذلك. وهنا لا يمكننا أن نفسر هذه الآية إلا بالرجوع إلى منهج التأويل الذي يرفضه هؤلاء المكفرة وأئمتهم وشيوخهم شيوخ الإرهاب والتكفير.